ثلاثة أعوام مرت على رحيل الإعلام الكبير أمين بسيوني، أحد رموز الإعلام المصري والإذاعة في عصرها الذهبي ورائد عصر الفضاء في العصر الذهبي، انطلقت على يده ثورة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ولد أمين بسيوني في 21 نوفمبر عام 1933 في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس آداب في قسم اللغة الإنجليزية عام 55 من جامعة القاهرة، وعمل بالتدريس في بداية حياته قبل أن يتجه إلى العمل باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1957. بدأ رحلة نجاحه التي تقلد خلالها العديد من المناصب داخل الإذاعة المصرية بعقد مؤقت، ثم عين بعد ذلك في إذاعة صوت العرب لتبدأ رحلة الإعلام الكبير على مدار 19 عاما. سبحان الله خالق كل شيء، سبحان من أبدع وصور. وفي 5 إبريل عام 88 عين رئيسا للإذاعة المصرية وعضوا بمجلس الأمناء المنتدب لقطاع الإذاعة، وبعد مضي 3 سنوات عين رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وظل في منصبه حتى بلوغه سن المعاش عام 1996. انطلقت على يده عدة إذاعات عقب توليه منصب رئيس الاتحاد. لم يكتفي مذيع العرب بإنهاء مسيرته الحافلة ورحلة كفاحه عند هذا الحد من العطاء الذي استمر 40 عاما، فتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، حيث كان له دور كبير في تأسيس قناة الفضائية المصرية، وشارك في وضع حجر الأساس لمدينة الإنتاج الإعلامي والمنطقة الإعلامية الحرة. وعن أهم أعماله التي أسرى بها المكتبة الإذاعية كان أبرزها خطوة عزيزة وصفحات في تاريخ صوت العرب وأيام وعشناها، وقام بأعمال إذاعية في ميدان الدراما والبرامج الثقافية والمنوعات والبرامج السياسية. أنا سمعت خلال الحديث التليفوني كده يعني من غير ما تحسي الحاجات اللي أنت موضبها له، على كل حال هنشوفها بعدين لما نزور المطبخ. أهلا وسهلا. تاريخه الإعلامي والإذاعي المشرف لم يكن وحده الدافع الذي جعل عمالقة جيله يكتبوا عنه ويصفونه بأروع الكلمات، ولكن دماسة خلقه وابتسامته الدائمة ومراعاته للأخلاقيات الإعلامي والوطنية أبقت سيرته عطرة بين محبيه. رحل الإعلامي أمين بسيوني في يوم 26 إبريل عام 2016 عن عمر ناهز 83 عاما. رحل عن عالمنا، ولكن بقيت إنجازاته وسيرته العطرة بين تلاميذه ومحبيه بالوطن العربي.